ده كان الوقت اللي ابتدينا في الاستوديو دوت، كان الشكل مختلف، وابتدينا كل رمضان، ورمضان بالنسبة لنا بيعتبر من أهم المواسم، بنتقابل معاكم بشكل مختلف، بشكل جديد، أطباق جديدة، لأن هو الموضوع في الأول وفي الآخر هي وصفات وأكلات، وبرنامج مع أسامة أطيب المفروض يكون موضوع عن الأكل. لكن الفكرة في الديكور، بالأول بنشكر قسم الجرافيك وقسم الديكور ورانا اللي ساعدتنا أثناء رمضان، وإحنا أثناء الفترة اللي فاتت تحضير لرمضان حضرنا حاجات كتيرة، هنكون معاكم إن شاء الله كل يوم على الهواء ما عدا يوم الجمعة من 1 لـ 2 بتوقيت الإمارات. لو الحلقة فاتتكم ممكن بتتفرجوا عليها على الفي او دي، فيديو ان ديماند في مؤسسة دبي، حاطين بعدها بساعتين الحلقة بتنزل تتفرجوا عليها. لو ما عندكوش الوقت تتفرجوا عليها هنحط لكم وصفات جديدة هتبقى على الويب سايت ان شاء الله على chefosama.com. وكمان هيبقى في تواصل، هنسمع انتقاداتكم، ده أهم من شكركم، وبنشكركم على كل الإيميلات والرسائل اللي جات لنا خلال الفترة اللي احنا كنا بنحضر فيها للموسم، وبكل اللي انتوا بتبعتوه هو ده الأساس اللي احنا بنرتب عليه هنقدم ايه وهنطبخ ايه وهنعمل ايه. يبقى الموضوع هيكون تواصل عن طريق كل يوم على الهواء، في تليفونات هنكون تشوفوا الرقم ممكن بتتصلوا وتقولوا لنا اللي انتوا الطلبات كل اللي انتوا عايزينها بتبعتوها على طريق الرسائل الايميل. وكمان ممكن في الحاله ديت عندنا الفيسبوك، يعني بتروحوا على الفيسبوك عن طريق برضو الويب سايت ابعتوا اللي انتوا عايزينه، يعني هنكون موجودين معاكم 24 ساعه وننفذ طلباتكم. وعلى اليوتيوب في عاملين الاكل برضو، حاطين وصفات وحاطين مسحرات وحاطين فقرات كتيره، كل يوم هنتكلم على الحاجات اللي احنا عاملينها لكم ان شاء الله واكون مختلفه. رمضان السنه دي بيجي في الصيف، اكيد كلنا عارفين وكلنا قلنا الكلام ده السنه اللي فاتت، واحنا بنحضر له بطريقه مختلفه السنه دي. الاختلاف في الاكل السنه دي هيكون موضوع الخضار والفاكهه والميه والسوائل ودرجه الحراره بتاعتهم، يعني دي حاجه مهمه هنراعيها واحنا بنعمل اكلنا معاكم. هبتدي بطبق الاولاني، طبق الشوربه اللي كده كده مفيش غنى عنه، لكن هنعمله بطريقه بتكون ان احنا بنقول الكمية السائل بتكون عندنا عشان نسهل على نفسينا، هيكون عندنا مرقة في البيت موجودة طول الوقت، والمرقة ديت ممكن تكون مرقة فراخ بنكهها بكل يوم بالنكهة اللي احنا عايزينها. فديت احنا هنحط فيها شوية من القرفة، شوية هنا من القرنفل، فلفل اسود، وبحط فصين توم. على اساس دول باخدهم واحطهم في قلب المرقة، ودول اللي بيخلوا للمرقة ديت طعم مختلف. يبقى بعمل المرقة فيها خضار بصل وجزر وبس، وممكن كرفس، وبعد كده بقرر ايه الطعم اللي انا عايز اضيفه في اليوم دوت. فهنحط نوت الاعشاب او الخضرة او البهارات وبحطها في المرقة. يبقى انا عندي المرقة دلوقتي بالطعم بالحاجات اللي احنا حطيناها. اما بالنسبة للخضار، علشان الفكرة فيها توفيق وتبديل، انا ممكن كل يوم احط نوع خضار وحاجات مختلفة. اخترنا حاجات من الموسم، هنستعمل كوسة، هنستعمل جزر، وفي فلفل، وفي فاصوليا. يبقى نحط كل دول، بنقطع دول حلقات، والفكرة في الحلقات احنا تمام بنقول نقطع الخضار قطع صغيرة على اساس انها المعلقة يكون فيها كل حاجة، لان احنا على اساس لو في حد بيحب الكوسة او الجزر او حتى البطاطس يبقى عنده قطعة كبيرة مش لازم تكون كلها مخلوطة مع بعضها. ونحط هو الجزر بنفس الفكرة، نقطع حلقات، وهنحط مع دول بطاطس. يبقى دلوقتي قطعنا الخضار ده، ومن الخضار ده برضو هنعمل الاكل بتاعنا، هيكون فيه طبق من الخضار، وانتم متعودين على موضوع الخضار ده مهم بالنسبة لنا. عشان اسهل على نفسي وما ادورش على الشوربة، انا هجيب هنا مصفى، ممكن استعمل مصفى، ممكن استعمل حلة، ممكن استعمل اي حاجة ممكن اسوي فيها الخضار، وبعدين بدل ما افضل ادور عليه بلاقيه مرة واحدة. فاحط هنا هو الجزر، وبحط البطاطس، وبحط كل الحاجات اللي هي معانا ينوت، وكمان بحط بطاطس اللي هي بتبقى متقطعة بنفس الحاجة دي، بسلقها في المرقة شوية وبطلعها، يعني بحطها ينوت بسلقها في المرقة وطلعها وتبقى عندي مستوية. وبعد كده بقرر هنسوي هنا الشوربة ازاي. يبقى حطينا كل الحاجات ديت مع بعضها ينوت، وبعدين هنشوف نعمل مع ديت ايه. هنحط معها خبز، يبقى نوع الخبز اللي هعمله بنطبخ يوم وناكل يومين. الخبز اللي هجيبه ممكن يكون خبز قديم او خبز عادي، هقطعه واعمل منه الكروتونة، اساس ممكن استعمله للسلطة لو حبيت، او ممكن استعمله للشوربة، وده اللي هنعمله دلوقتي.
نجيب هنا قطع الخبز ديت وبنقطعها، ودي ممكن تبقى موجودة عندي وبخليها بقى في التلاجة أو بخليها في كيس بعد ما بسويها وأخليها على جنب وأستعملها في الوقت اللي أنا عايزه. يبقى قطع الكروتون ديت بس بنقطعها حتت صغيرة هنوت، حطها هنا في طبق، ومع دول بنحط شوية هنا من الزبدة والزيت، ناخد شوية زبدة وزيت هنا نحطهم عليهم بنسيحهم، ودول هيبقوا الخلطة اللي أنا بحمر فيها الخبز اللي هو هيبقى الكروتون. حطه هنا وهاخد ده ونوديه الفرن. يبقى دلوقتي عملت أنا خبز اللي هو علشان أحمره أدخله الفرن، وبعدين بسويه، ولما نسويه ممكن ساعتها أشيله في قلب كيس بخليه في التلاجة في أي وقت أنا عايزه بسحبه واستعمله. نجيب حاجة نمسك بيها نحط هنا هوت الخبز هنا، ودوت هيكون الفكرة بتاعته. بعد ما بيتحمر عايز أنا دلوقتي أعمل فكرة الشوربة بتاعتي اللي أنا بسويها. ده الخضار اللي أنا بديله الطعم. إيه اللي هضيفه هنا؟ هضيف طماطم. مش متعودين إن احنا ناكل عادة شوربة فيها طماطم إلا إذا كانت صلصة. وكمان الخضار بعد ما بسويه يعني بحطه ينوت في قلب المرقة بيحتاج ياخد وقت عبالة ما بيستوي. احنا مش عايزين نعمل الأكل بتاعنا ويبقى سخن وفي الحرارة ديت. فاللي هعمله إيه؟ تخيلوا اللي هو البطاطس اللي أنا حطيتها هنا استوت، والكوسة اللي أنا حطيتها برضو استوت، والجزر. يبقى كل دول استووا مع بعض هنا، ودول الخضار اللي بستعمله. للتنكيه هحط شوية هنا من الزعفران، يبقى عندي شوية هنا من الزعفران اللي هو في المرقة، وبضيف على دول شوية من اللي هو الفول الأخضر والفاصوليا. يبقى فاصوليا وفول أخضر بنخليهم يدوبك يتبالوا، مش لازم تبقى التسوية بنخسر كل القيمة الغذائية اللي موجودة فيها. بعد ما بيستووا دول هنضيفهم من هوت، بس عبالة ما يستووا هجيب الطماطم ومش هسويها، هخليها زي ما هي طازة، حطها بالطريقة دي فوق الخضار اللي احنا سويناه نص سوا. حط الخضار هنا، نكهة التوم والحاجات كلها موجودة في قلب الشوربة. وبعدين بنسترص هنا البطاطس، وزي ما احنا متخيلين انا ممكن بغرف بالمعلقة اخد من الطبق نفسه. وبعد كده بنجيب شوية من الاعشاب، حط شوية هنا هوت على الشوربة، حط شوية هنا في الاخر، وبننكه كل دول بملح وفلفل. يبقى في ملح، شوية ملح، شوية فلفل، ويبقى عندي دلوقتي كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اتاكد ان الشوربه ديت اللي انا عملتها سوت الخضار، او بخلي الخضار شبه نص سوا، يعني مش لازم يكون سوا كامل او مستوي سوا كامل. بعد كده بنجيب الكروتون، نجيب الكروتون وهنبقى نحطه هنا هوت ونضيفه. بس الاول هنتكلم على ايه اللي احنا هنعمله مع بعض خلال رمضان ان شاء الله. بجانب طبق الشوربه هنتكلم على المشروبات، هنتكلم على المعجنات. معجنات حاجه مهمه جدا من اللي هي الطلبات الكتيره بتجينا. اطباق رئيسيه، اذا كان الطبق الرئيسي هيكون لحمه او خضار او حتى من الخضار للفيجيتيريان نعمل لهم اطباق رئيسيه، اسماك ولحوم. هنقسم اسبوعنا، احنا بنقول ان انتوا بتعملوا عزايم، فهنحاول ان احنا نعيش معاكم الموضوع ان احنا النهارده هنعمل طبق رئيسي هيكون من الدجاج. بنجيب الفراخ وهنعملها بطريقتين برضو عشان نراضي الكل، يكون فيها نسبة نشويات أو ما يكونش فيها نسبة نشويات كتيرة. وهنعمل سنتر بيس، يعني بنزوق الطاولة أو المائدة بتاعت كل يوم اللي احنا بنقدم عليها الأكل، بنعمل حاجة بسيطة من اللي موجود في البيت، تبقى الفكرة نفسها اللي معمولة بتبقى حاجة بسيطة جدا. أهم حاجة الحلويات. في الحلويات هنستعمل حلويات رمضانية اللي هي الحلويات اللي احنا كلنا متعودين عليها في رمضان. النهاردة إن شاء الله في حلوياتنا هنعمل الوربات أو الشعيبيات أو الوردات حسب ما تحبوا تسموها. نيجي هنا نرجع لموضوع الشوربة بتاعنا هنا، عندي بقى الاختيار إن أنا باخد الشوربة دي كلها علشان قلت مش عايز أدور على الخضار. بمجرد إن أنا برفع الطبق ده هنا، يعني باخد ديت هنا
يبقى عندي المرقة موجودة هنا بالطعم ده، وعندي الخضار. لو انا عازم حد ممكن اعمل طبقين من الشوربة، الاكل اللي هنا مختلف عن اللي هنا، او ممكن اعمله بطريقة واحدة. نجيب هنا المرقة اللي ضفت عليها زعفران فديتها لون وطاها هنا، وتبقى الحرارة بتاعة الشوربة مش سخنة قوي، وخصوصا ان احنا قلنا احنا في الصيف. حط كل ده، ممكن باخد شوية كمان من الخضار اللي موجود او بحطه يكمل سواء. ايه اخبار العيش اللي احنا كنا ابتدينا بيه وحطيناه؟ هو ده اللي انا بقول عليه، ان هو بقى زي فكرة الكروتون ده، بخليه عندي في قلب كيس بلاستيك. عايز اعمل سلطة بضيفه عليها، عايز اقدمه مع الشوربة بحطه معها. يبقى دوت طبق البداية بتاعنا، اللي هو طبق شوربة ممكن يتاكل دافي، مش لازم يكون سخن قوي. وهنكمل معاكم ونواصل، بس هناخد فاصل سريع، ولما نرجع هنعمل طبق رئيسي من الفراخ، واكيد هيكون فيه خضار. نشوفكم على خير ان شاء الله. بالنسبة للطبق الرئيسي اللي هنعمله، هنعمل دجاج او الفراخ اللي هنعملها، وهيكون اكيد الخضار من الحاجات اللي هي الاساسية، والنشويات هتكون من الرز. احنا عملنا بطاطس وحطيناها في طبق الشوربة، لكن هنستعمل برضو شوية تانيين من الرز على جنب. لكن الخضار اللي احنا استعملناه، ممكن استعمل نفس الخضار اللي هو في الموسم، وخصوصا ان الكوسة والجزر معظم الوقت موجودين. طبعا الفلفل، الفول الاخضر حتت صغيرة بستعمله وبقطعه. البطاطس ممكن تبقى حجمها كبير حجمها صغير، البصل، يعني كل الحاجات دي بتبقى حسب الموسم وحسب انتوا بتتفرجوا علينا فين، لان طبعا لينا مشاهدين في كل حتة. فكل واحد برضو، يعني هجيب هنا بالنسبة للكوسة، بقطع الكوسة، ودي الحتت الصغيره اللي ممكن كنت استعملها لو انا بعمل الشوربه، يعني مش هنرمي حاجه، ممكن العكس لو كنت ابتديت بالطبق البدايه الاول. نفس الشيء بالنسبه للجزر، نقطع الجزر بالطريقه ديت، ودول اللي بتبلهم. التتبيله بتكون حاجه بسيطه، بنحط شويه صغيرين هنا من الاعشاب، وممكن نحط هنا شويه بطاطس معاهم كمان. نقطع البطاطس بالطريقه ديت، والملح والفلفل ممكن نضاف في الاخر. يعني انتوا شفتوني في الشوربه ضفت الملح والفلفل اخر حاجه، وخصوصا في رمضان ما نعرفش احنا حطينا ملح، يا ترى حطينا ملح يا ترى ما حطيناش ملح. نتعود، يا اما احط ملح في الاول يا اما احط ملح في الاخر. المهم تبقى هي عاده مستمر عليها، عشان ما احطش ملح مرتين، وخصوصا انا مش هقدر ادوق، او لو فضلت ادوق طبعا ممكن الصيام يبطل. فاحط هنا الخضار اللي هنعمله، شويه من الجزر، شويه من البصل، شويه من الكوسه، مقطعين كل ديت حتت كبيره، ويا دوبك حبه صغيره بس من الزيت، حبه صغيره هنا بس من الزيت، اللي هو يخلي اللون بتاع الخضار بتاعنا يتغير شويه. يعني هنحط هنا الخضار، ناخد ده هنا ونحطها هنا، ونحط ده كده، واحط برضو البصل. يبقى عندنا البصل وعندنا كل الخضار دوت والجزر. واثناء ما احنا بنحطهم هناخد اتصال. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله. انا حابه ان انا اهنى حضرتك برنامج الجميل، وهنئ كل المجموعه. انا اسمي مي من الشرقه. شكرا يا مي، يعني ده اول اتصال لينا في رمضان، والف الف الف شكر. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم، وكل عام وانت بخير ورمضان كريم. سلام. الله اكرم الله اكرم. شكرا يا مي. هتطبخي يا مي؟ هتدخلي المطبخ؟ انا عارف انت قلتي 12 سنه، عشان جايز ما اسالكيش على طبخه ولا حاجه، ولا بتدخلي المطبخ؟ يعني ساعات بساعد ماما شويه. طيب، يعني بتحبي المطبخ ولا حاجه مش يعني مضطره تعمليها؟ لا بحبه جدا. طب كويس، بحب الطبخ. احنا عشان اصلا رمضان جاي السنه دي في الصيف، وعارف ان في كتير جدا هيكونوا المدارس اجازه، فان شاء الله تستفادوا بالحاجه ديت، وتتابعونا هتلاقوا فيه وصفات سهله انتم ممكن تساعدوا فيها، ممكن تعملوها باذن الله. وكل سنه وانتي بصحه وسعاده يا مي، ورمضان كريم. بالنسبه للخضار اللي عامله ده، ممكن يكون قلايه، مش لازم تكون شوايه، يعني ممكن كل ده يتحط على قلايه، بس هسيبها لغايه لما يتلون، يعني لونه يغير تماما. نحط ده كده اهو، لان في الاول وفي الاخر انا عايز اخليكم تقضوا وقت تعملوا حاجات تانية، ما تقفوش في المطبخ كتير. يعني اما هعمل المشوي دوت زي ما عملنا الكروتون او الخبز، بقول ان خلوا الكروتون استعملوه في الوقت اللي انتوا عايزينه. نفس الشيء، حمروا كل الخضار ده واعملوه وسيبوه، تتحط في قلب التلاجة، وساعة لما تعوزوه بتلاقوه بتطلعوه في اي وقت. لان الموضوع موضوع انه في الصيام ليه فوائد، فمش عايزين نضيع فوائد، وان احنا نقضي معظم وقتنا
في المطبخ وننسى ان اصلا هو شهر الصيام. انا عارف ان البرنامج بيجي في رمضان، فالفوائد بتاعته عموما ان اما بيكون يعني بناكل وبنعمل حركه الجسم بيحرق من السعرات الحراريه اللي بناكلها. الصيام ما بيكونش في حاجه واكلينها، فده الوقت اللي هو بيحرق فيه الدهون، واكيد ليه فوائد كتيره. هعمل حشوه هنا للفراخ اللي هي بتكون فستق، بحط معاها شويه صغيره من الاعشاب، ممكن يبقى روزماري، زعتر، اختار اللي انا عايزه. ناخد شويه هنا من الروزماري، شويه من الزعتر، نقطع كل ده، ويبقى دوت حشو للفراخ. معاهم شويه هنا من الزبيب، نقطع شويه اعشاب، احط شويه صغيرين هنا، وخلي شويه بقى احطهم على الخضار، شويه صغيرين تانيين هنا، فستق، ودوت هيكون الحشو. بحشي الفراخ وبعدين اعملها بطريقتين، واحده هتكون فيها رز، نجيب الفراخ من هون، نغير المكان بتاع الخضار ونجيب مكانه الفراخ، نحشيها من هون، ونعملهم بطريقتين. لو حابين تعملوا كل الخلطات ديت وتستنوا الفراخ حسب حجمها وحسب وزنها تاخد وقت قد ايه. بخلط كل الخلطه دي، بجيب الفرخه ديت اللي انا هحطها في الرز، فحطيتها في ميه سلقتها، ميه بتغلي وسلقتها، الميه كان فيها شويه جزر، مش شوربه، ميه برميها بعد كده، كان فيها شويه جزر وكرفس وبصل. ناخد شويه من المكسرات هنا وبحشي بيهم الفراخ، واحاول ان انا ما اخدش من المكسرات اللي بتقع دي وارجعها هناك، لا اخد بس اللي هنا واحطه في الفرخه، لان ديت لمسه الفرخه نفسها. يبقى ديت واحده هنا اهوت، نحطها، نحشي الاثنين التانيين، التانيين ان هيكونوا نيين مش مستويين، والسبب ان انا هسوي معاهم الخضار اللي احنا بنحمره دلوقتي او بنحطه على الشوايه دلوقتي. واحده ثانيه اهو، ونحشي تالت واحده، حط كل الحشو هنا اهو. وبعدين عشان احافظ على الحشو جوه هخلي نجيب فتله وبس، نربط هنا اهو، نربط دي كده اهو ونقفلها هنا. واثناء ما احنا بنعمل ونحضر دي هناخد اتصال. الو، صباح الخير. اهلا اخت ام يوسف، ازي حضرتك؟ صباح الخير. ايه كيف الحال؟ الحمد لله، الحمد لله بخير. كل عام وانتم بخير، الام العربيه كلها بخير. امين كتبت شهر رمضان الكريم. الله اكرم، امين يا اخت ام يوسف. ايه صراحه انا من زمن حابه اشارك معك، ده شرف لينا. وحابه تعمل لي الاكله السعوديه، الكبسه. الكبسه اذا ممكن؟ لا اكيد طبعا، تحت امرك، تحت امرك. انا طيب. مش عايزين اعمل مسخن ولا حاجه، عايزين اعمل كبسه. الله يخليك يا رب، يطول لنا عمرك يا ابو اسامه. امين امين. تحت امرك. مره عايد عن ام العربيه وعليك بالذات وعن كل العاملين معاك باليوم والخير يا رب شهر رمضان الكريم. امين والله، وتعبهم معايا، وتحيه منهم لحضرتك ولكل المشاهدين. تحياتي، والى اللقاء. الى اللقاء ان شاء الله، تواصل، وباذن الله نعمل لحضرتك زي ما وعدناكم، قلنا هيكون عن طريق الاتصالات، عن طريق التليفون، عن طريق الايميلات، لكن ان شاء الله هنلبي الرغبات كلها باذن الله. نوعين الفراخ اللي عاملهم، انا جبت هنا طاجن هاخد فيه الخضار، يعني الخضار انا بس يا دوبك حمرته بس ما استواش، يعني عندنا كده كذا لون للخضار، ادي الاخضر والبني باين فيه، لكن مش علشان لونه كده، يعني البصل جزء منه ابيض وجزء التاني فيه طعم او هيبقى شكل اللي هو الشكل المستوي يعني، لكن ما استواش. فاحطهم كلهم هنا، احط كل الخضار هنا، وبعدين بحط عليهم الفراخ اللي هي عاملين شويه كمان هنا اهوت من الخضار، بحط كل ده كده اهو، ويبقى عندي خضار. لو انا مسوي الخضار، يعني عايزكم تتخيلوا قبل ما بضيف الحاجه، لو انا مسوي الخضار ده ممكن يكون موجود عندي وبسويه لما اكون جاهز للاكل. حط هنا فرخه، حط الثانيه، ودوت هيكون طاجن بالخضار، لكن محتاج اضيف له شويه صغيرين من السائل، فبنحط له شويه ميه صغيره هنا، واكيد هيحتاج ملح وفلفل، حط له شويه ملح وفلفل، حاجات بتكون بسيطة في عمايلها، وممكن شوية صغيرين من الزيت. يبقى دول كده هم اللي احنا بنحطهم على أساس
ده يبقى طاجن بسويه بالفراخ. نوع الطاجن الثاني هيكون معمول بالرز. بجيب الرز نفس الشيء، نحط ينوت شوية من الرز، هتبل دوت بحبة ملح وفلفل. أما السائل هستعمل كريمة وحليب. نجيب شوية هنا من الكريمة، بيكون نفس الفكرة اللي بسوي فيها الرز بس أكتر شوية، وشوية هنا من الحليب، نحط شوية هنا تانين، وبعدين بنحط فوقيهم الفرخة برضو اللي محشية. يبقى عملت مكاني اهو، وأحط حبة صغيرة من الكريم على الجنب، شوية صغيرين هنا، وممكن على الفرخة هيدولها لون هيلونوها، وشوية سائل هنا. لو عايز أزود ممكن نحط شوية قشطة أو نكتفي بدول. هاخد دول أحطهم في الفرن ونوريكم هيكون شكلهم إيه. هناخد ديتي اهو، ادي الطاجن الاولاني. لو حاسس ان ممكن ده يتحرق الفراخ اللي هي موجوده، ممكن بجيب قطعه هنا من ورق الالومنيا احطها في نص المده وبعدين بشيلها بعدين. نحط دوت الطاجن فوق هنا، وعاملينهم مجهزين زي ما معودينكم علشان ما تستنوناش كتير، نفس الفرختين بنفس الفكره، عاملين واحد هنا بيكون بالخضار، بس اللي انا ما حطيتوش كانت الاسبرجوس، يعني انا ضفت اسبرجوس، فالفرخه بقت مستويه، الخضار كمل سواه مع المرقه اللي موجوده. والتاني نجيبه هنا، فكرت انا ممكن ادخل لغايه الفرن في الاخر، ده بيكون اللي هو الطاجن بيستوي الطاجن نفسه او الفراخ نفسها مع الرز. زي ما قلت ممكن نحط عليهم شويه من فوق من القشطه، يبقى طبقين من الفراخ. الموضوع سهل بسيط، تخيلوا ان الخضار معمول مستوي عندكم محطوط، ممكن كنتوا تحطوا قطع من اللحمه او ممكن تحطوا اي قطع تانية. لكن خلال حلقتنا النهارده هنتكلم على اكتر من حاجه، هنتكلم على الحلو، هنتكلم على الحلويات، هناخد اتصالاتكم. انا عارف ان في اتصال معانا، لكن علشان الوقت قليل هنخليه لما نرجع من الفاصل، واتمنى انها تنتظر معانا. لكن قبل ما نروح الفاصل هنقول طب المعجنات اخبارها ايه. حاجه من الحاجات المهمه جدا ان احنا بنعملها تملي الفطاير والمعجنات. هنعمل طريقه ممكن نقول عليها فطيره تركي، ممكن نقول عليها بيتزا، ممكن نقول عليها فطاير مقفوله، ممكن نقول عليها سامبوسه كبيره، ممكن تتحط في الفرن او ممكن تتعمل في القلايه. دوت هيبقى لما نرجع ونكمل معاكم ونواصل معاكم. هيكون طبق، هاخد شويه من الخضار اللي اتبقى هنا علشان نوريكم موضوع التوفيق والتبديل اللي احنا معودينكم عليه، واعمل خضار تاني ممكن للحشو، يبقى برضو عندكم اختيار. عشان في ناس بتقول مفيش سلطه النهارده، لا ممكن اللي احنا بنعمله ممكن يكون في منه نوع للسلطه. فنواصل معاكم وهنبقى نقابلكم ونتواصل على الطبق الجانبي اللي هو هيكون او طبق رئيسي هيكون معجنات. نشوفكم على خير ان شاء الله. بالنسبة للفطاير، حتى الفطاير برضو هيكون فيها جزء من الخضار. بالنسبة للخضار اللي عمله، قلت ان ممكن استعمل الخضار المشوي اللي احنا عملناه، او ممكن اسوي شوية هنا. وكل حاجة عايزين نسويها نحتفظ بالقيمة الغذائية على قد ما نقدر، شوية جزر، شوية من الفلفل، كوسة، وبدبلهم شوية، بسيب دول يستوي. في الاخر ممكن استعملهم كسلطة، ممكن استعملهم كحشو، وده اللي هيحصل. هناخد شوية منهم ونعملهم حشو. الحشوة يبقى الفطيرة، فطيرة متعددة الأغراض. متعددة الأغراض يعني ممكن أعمل منها أكتر من حاجة. هنجيب هنا هوت الدقيق، حط الدقيق، وبستعمل شوية سكر، بستعمل سكر بزيادة شوية، شوية سكر هنا، وحبة ملح، يعني مش مالحة ولا حادقة، أو مش مالحة ولا مسكرة. فدي بتكون المكونات اللي هي الجافة. وبعدين بضيف عليهم هنا زبادي، يا إما زبادي يا إما الروب اللي هو الحليب او اللبن الرايب. زيت بيكون زيت خضار، نضيفه هنا بالتدريج، وبضيف عليهم ميه. مش بحط خميره، ما فيش خميره في العجينه هنا، فديت ممكن اعملها وممكن احمرها في الزيت بعد كده، بس بتاكد ان كل العجينه ديت او كل المكونات ديت اندمجت وتداخلت مع بعضها. يبقى كل دول بنسيبهم لغايه لما كل دول يندمجوا مع بعض،
وانا استعملت ممكن لو استعمل 3 كوبايات من الدقيق ممكن انتوا عايزين تعملوهم 6 ضعف الكميه، حطوا ساعتها نص، بس مش لازم نص كوبايه سكر، ممكن يكون ربع كوبايه برضو يؤدي الغرض. لكن اهم حاجه ان انا بتاكد ان كل حاجه في العجانه تدخلت مع بعضها، لو احتاجت دقيق بضيف، لو احتاجت ميه بضيف، لكن بسيبها ينقط حوالي 5-6 دقائق عبالة ما تتعجن. بنوريكم الحشو اللي احنا دبلناه شويه، ده بيكون الشكل بتاعه على اساس انه منه ممكن احط شويه من الاعشاب، يبقى انا برضو نفس الشيء الحشو دوت ممكن اكون مدبله وسايبه في الثلاجه. وقت الاكل اللي انا عايزه ساعتها، وقت ما انا هاكل بقرر انا عايز اعملها شوربه ولا عايز اعملها سلطه ولا عايز استعملها للحشو. استعملها للحشو بحط شويه هنا من الاعشاب، شويه زعتر، شويه اكليل الجبل صغيرين، تبلها ملح وفلفل، ما حطيتش ملح ولا فلفل عليها، وهحط عليهم جبنه نقلب كل دول. الطاسه بارده يعني خلاص بارده، فمش هحط الجبنه عشان ما تسحش، احط شويه هنا من الجبنه، ودوت هيكون حشو الفطيره. العجينه بتوصل يعني بوصل اتاكد انها بقت كتله واحده، بس برضو بتحتاج ان انا برضو لسه اسيبها تتعجن لغايه لما تبقى كلها يعني ملساء، ما فيهاش المسام كلها تقريبا متداخله، او ما فيهاش المسام ومش مفكوكه من بعضها كده، او مش شرايح او شرايط زي ما احنا شايفينها. فبعد كده بنقرر ان انا لو حابب استعمل شويه من الخضار دوت اللي انا شويه، ممكن اقطعه وازوده هنا، اقطع حتت من دول هنا، بس ساعتها في الحاله دي هسويه مده طويله شويه. ناخد اتصال اثناء ما احنا بنعمل هنا هوت الخضار. الو، ايوه يا شيف اسامه، اهلا، ازيك يا مدام ليلى؟ انت فاكرني طبعا. أكيد. ها مدام ليلى من مصر والسعوديه ودبي. شفت النهارده بقى في مصر. اهلا وسهلا. ازيك يا شيف اسامه؟ الحمد لله بخير، الحمد لله، كل سنه وانت طيب، بصحه وسعاده، وبصحه وسعاده على امه المسلمين اجمعين يا آمين. رب كل الدنيا آمين. كلها يا رب، يا رب امين، وينصرنا واقول ايه كل حاجه حلوه ان شاء الله. امين امين. هو شهر الدعاء ده، تقبل ان شاء الله. شهر الدعاء طبعا. انا سمعت كده ان في مفاجآت حلوه في رمضان ان شاء الله ناوي تعملها لنا. يعني بعد كل فاصل هاجي اقول بخ. بعد ايه؟ بعد كل فاصل ارجع واروح قايل لكم بخ بخ. بتخوفنا في رمضان ولا ايه؟ مفاجأة، مش مفاجأة؟ يا دي مفاجأة حلوة قوي، اتخضيت انا يا شيخ. لا ان شاء الله في مفاجآت باذن الله. لا ان شاء الله في مفاجآت حلوة باذن الله. باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. انت حابة ايه؟ حابة ايه عشان ما فاجئكي، عشان انت ما تفاجئنيش وتسأليني على الهوا تقولي انا عايزة ده بكرة. تحبي ايه؟ اه. احب ايه؟ بحب النبي. عليه الصلاة والسلام، خلاص. بحب كل حاجة بتعملها والله. كتف ضاني. كل حاجة بتحبها يعني بتعملها حقيقي بحبها. أنا على طول باستمرار يعني المطبخ بتاعي لا يخلو من صنف من الشيف أسامة. طب الحمد لله. هو إن شاء الله بس أنا هركز على موضوع الخضار، ما نسويهوش قوي، الشوربة، حاجات باردة، يعني ممكن ليه ما ناكلش الحاجة باردة؟ يعني بدرجة الحرارة، مش لازم تكون كل حاجة سخنة، مش لازم شوربة العدس، مش لازم اليخني يبقى يخني. فده اللي هنحاول نعمله وجربوه معايا، احنا جربناه دقناه وكانت حاجة حلوة جدا ان شاء الله، وخصوصا رمضان في الصيف. ان شاء الله وكل سنة وانت طيب. بصحة والسلامة يا اخت ليلى، ده شرف لينا وشكرا وكل عام وانت بخير. بالنسبة للفطاير او العجينة اللي عملتها، بتبقى الفكرة ان هو زي ما بقول انها لازم تكون ملساء، يعني بتكون ديت الفكرة بعد ما بتتعجن. ودي ممكن اعملها كفطيرة حجم كبير او فطيرة صغيرة، حط شوية هنا من الدقيق عليها وبعد كده بفردها. والحشو يا اما الخضار اللي احنا عملناه من الفقرة الاولى اللي هو كان مشوي، او باخده هنا هو دلوقتي ونحط شوية من الخضار اللي انا شوحته وحطيت عليه شوية من الجبنة، نعملها بالحجم ده وتكون سميكة شوية، مش عايز اعملها صغيرة، يعني دي تكون سميكة او غليظة شوية، بس هتتعمل بالحجم يعني دوت اما اقفلها على 2 ده بيكون حجمها، نفردها بالطريقة دي. وبعدين بجيب شوية من الحشو نحطه هنا اهو، وبعدين بقفلها. زي ما قلت ديت ممكن تتقلي، لو عايزين تقلوا العجينة دي تقلوها لانها ما فيهاش خميرة، وفي نفس الوقت عشان اقفلها جامد بجيب الشوكه بضغط عليها، نحط الشوكه هنا في الدقيق عشان ما تلزقش، نحطها بالطريقه دي كده اهو، وبخرمها علشان لو في لسه بخار في الخضار يتبخر يطلع. نجيب صاج، عاملين واحده هنا، ونوريكم برضو فكره
الأحجام والأشكال. أنا ممكن أدهنها زبادي، ممكن أجي هنا وأدهن واحدة زبادي، أحط هنا زبادي، أحط ده كده أهو بالطريقة ديت، وعلى الزبادي نحط جبنة، ممكن أجيب جبنة، لو حطيت جبنة موتزاريلا جوه ممكن أحط جبنة شيدر بره، شوية جبنة هنا، أو ممكن ندهنها بيض على أساس يبقى عندي كل واحدة بلون مختلف. الحاجة التانية ممكن تبقى هي حجمها كبير، يعني ممكن أعملها وأفردها بنفس الفكرة بس يبقى الحجم بتاعها كبير، لكن أدخلها الفرن. إحنا علشان ندخلها الفرن ونسويها، ده اختصار للوقت، يعني حكاية الوقت ده مهم جدا في رمضان، إن إحنا بنقول نعمل الحاجات دي، وخصوصا إن مش هيبقى في وقت كتير، وحاجات تبقى بسيطة. يعني الحاجة مثلا لو أنا عملت معجنات زي كده، ممكن بنفس العجينة بحشيها، ممكن بنفس العجينة أعملها بس هي عجينة الطاينة وبسويهم الاثنين دول، واخد هنا شوية من الجبنة وناخد دي مش هدهنها، يبقى انا عندي واحدة مش مدهونة، واحدة مدهونة بيض، واحدة مدهونة جبنة، وبنحطهم هنا في الفرن. نحط حرارته بتكون 220، ممكن العجينة تاخد ربع ساعة، ممكن الفطيرة تاخد نص ساعة، 20 دقيقة، 25 دقيقة، كل حسب انا حاطط ايه وياخد وقت قد ايه. فده هيكون الفكرة نفسها اللي هي للعجينة اللي احنا عاملينها، وبعدين نشوف هنقدمها ازاي. ممكن نعملها وتبقى طبق جانبي، او ممكن يكون رئيسي لو انا عندي قطع من اللحمة بقطعها شاورما، بقطعها وبحطها على الوش من فوق، لكن هنقرر ده معاكم لما ناخد الاتصال. الو، سلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ أسامة؟ ازيك يا أخت أم مصطفى؟ رمضان كريم. الله أكرم. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. والله البرنامج مباشر وحشنا جدا. والله وأنتوا وحشتوني قوي. الله يخليك، وبشكر كل المجموعة اللي مع حضرتك، لأن مجهود مبذول وواضح يعني. الحمد لله ربنا يبارك. والذكر ما شاء الله، يعني حسسنا حتى بالجو الرضاني. طب الحمد لله. الحمد يعني لله. عايزاني أغيره بعد رمضان؟ لا 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 لا، عايزاه زي ما هو. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. لا تحت امر حضرتك. في اي طلبات معينه يا اخت مصطفى؟ لا الله يخليك. طب يا مايكه، حابه ان هي تكلم حضرتك. انا والده مي. يا اهلا وسهلا، اتفضل. انا يا مايكه حابه اتكلم حضرتك من اول يوم في الاجازه، لانها كانت طالبه حاجات يعني ايه، بحيث ان هي في الاجازه تقدر ان هي تعملها. يا اهلا وسهلا، خليها يعني على قد مثلا سنها وكده، بس انا ببقى عندها كام سنه في المطبخ؟ عندها كام سنة؟ 12 زي ما هي لسه مكلمة حضرتك. لسه أول مكلمة. مي لسه أول مكلمة. 12 ونص ساعة. آه. طيب لا، إن شاء الله نعمل زي ما قلت لها. أنا قلت المي وهي كل اللي بيسمع في نفس السن دوت وأجازة، إن إحنا في الوقت دوت عندنا عارفين إن الناس أجازة كتيرة، فبالتالي بنراعي الموضوع دوت، والأكل اللي بنعمله هيكون حاجات سهلة، خليهم يساعدوكم، يعني ابتدوا يساعدوكم في المطبخ. لا تحت أمرك إن شاء الله، ونعمل ليك والمي حاجات مختلفة بإذن الله. بالنسبة للفطاير اللي أنا عملتها، لو أنا عايز أتخيل، أنا كان عندي خضار وخليت منه شوية، عندي خضار هنوت وخليت منه شوية، ده لو حطيته على بعض هيبقى سلطة، ممكن نعمل كده. وعملت فطيرة كنت سويتها لوحدها، الفطيرة اللي سويتها لوحدها ممكن بتبقى هي هوت كده هوت، متخيلها دي، أزوقها وأزينها وأعملها زي ما قلت، طبق رئيسي طبق جانبي اللي أنا عايزه، أحط عليها شوية صغيرة من الزيت، مش كتير، حبة زيت صغيرين بس نوع. وبعدين بنيجي نحط عليها شوية من الخضرة دول، يعني باخد شوية من الخضار هنا، نحط شوية كده وشوية من الأعشاب، ورق من الأعشاب ممكن يتحط عليهم يتخلطوا معهم، نقلبهم ويبقى ده الطبق بتاعنا كخبز او كبيتزا. ممكن ادخله تاني الفرن لو حبيت، او لو عايز اقدمه كده اهو، بزود شويه من الورقيات، شويه شويه من الاعشاب اللي هو النعناع، الحاجات اللي بتبقى طازه وخصوصا في الصيف وفي رمضان، شويه من الخضار اللي هو مشوي خليته من فوق على اساس يبان لونه يبان، ودوت ممكن نحط عليه شويه تانيين من الزيت، او اكتفي بالزيت اللي اتحط عليه واحط عليه شويه هنا من الصنوبر، او اعمل له صلصه من نفس المحتويات اللي انا حطيتها. انا كنت حاطط جوه هنا لبن رايب، قلت ممكن استعمل لبن رايب، او ممكن استعمل اللي هو الزبادي، او ممكن اخلطهم الاثنين مع بعض، نقلب الاثنين مع بعض هنا. وكل الحاجات دي بعملها واسيبها على اساس انها اخليها في الوقت اللي هو هقدم اكل فيه. شويه صغيرين هنا اهوت نحطها عليها من فوق كده،
شويه صغيرين بالطريقه ديت وشويه من الصنوبر. يبقى دلوقتي ديت فطيره ممكن تتقدم بارده ممكن تتقدم سخنه، او الفطاير اللي احنا كنا عاملينها وقلنا ديت بالجبنه حطيت جبنه فوقيها من فوق او حطيت بيض فوقيها، لكن كان الحشو فيها كتير يعني ممكن هنا نحطهم. نجيب واحده ونفتحها ودوت بيكون الفكره نفسها حسب كميه الحشو اللي انا بحطه والجبنه انا بحطها. تخيلوا دوت لو انا عايز يا اما بحط اللي هو المشوي ممكن احط اللي هو الخضار المشوي او بحط الخضار اللي احنا عاملينه مشوح. لكن ابتدوا فكروا في رمضان عايزين توفروا وقت اطبخوا واحنا بنقطع الخضار ده للسلطه ده للشوربه ده اشوحه واخليه على جنب وبعدين نقرر بعدين. الخضره هي ممكن نخليها بمناسبه السنتر بيس ممكن احطها وازوق بيها الطاوله او ممكن ناخدها ونعمل منها سلطه ونعملها للشوربه. الحاجه اللي هنعملها النهارده احنا بنروح معاكم نعمل الحلو. اخترنا حلو من عجينه البقلاوه، الجلاش موجود معظم الوقت عندنا في رمضان. هنعمل وربات او وردات هنحشيهم قشطه، لكن لو حبيتوا ممكن تحشيهم كريمه لباني يعني ممكن تعملوا الوردات ديت ولما تبقى عندكم الوقت تحطوا قبل التقديم شويه من الكريمه اللبانيه المخفوقه او قشطه مطبوخه. كل ده هيكون كل يوم في وصفه بناخدكم فيها جنبينا هنا في وافي وبنعمل وصفات. النهارده هتكون وردات او وربات، ولما هنرجع لسه هنتكلم على موضوع الحلو اللي هو هيكون مختلف، بس الاول هناخد الفاصل هوضب هنا التربيزه ولما نرجع نشوف هنقدم بقيه الاكل ده ازاي. نشوفكم على خير ان شاء الله. اكيد دلوقتي عرفتوا ان احنا فقره الحلو كده كده قلنا ان احنا رايحين وافي نعمل الحلو. لو شفتوا الانواع البقلاوه او الجلاش اللي معمول بصرف النظر عن الحشو والحجم والطريقه الملفوف بيها بنحس ان هو قريبين من بعض، لكن كل واحده بيبقى ليها طعم مختلف. يعني الاصابع الصغيره ديت بصرف النظر عن حشو المكسرات اللي فيها ممكن لو انا حاسس ان انا عايز اكل حاجه بسيطه ممكن اخد واحده 2 3 4 5 6 7، او نشوف ان انا لو بتتعمل في البيت مش هقدر اعمل الصدر دوت كله، لكن لو عازم حد ممكن اجيب واحده زي كده. والدقه هنا في ان الدايره كلها الورق الجلاش معمول دايره مش محطوط مربعات وبعدين متفصل، لا ده كده انتوا بتشوفوا فعلا ان هو معمول ومش مشترينه جاهز، او مقطوع صغيره ومعموله بحشو الكاشو ومحطوط فيها كاشو مفروم ناعم مع شويه من القطر ومستويه مع السمنه. النوع الثاني نفس الفكره بس متقطعه اكبر شويه، اذا كان عين جمل او جوز الحشو بتختلف ممكن يكون قشطه جواها وبتكون برضو متقطعه احجام مختلفه زي ما قلنا فكره الدايره بنفس الطريقه ديت. وفي بتبقى البصمه او الحتت الصغيره اللي هي بتبقى معموله ومقطوعه ومحطوطه جنب بعضها، او هي كلها معموله ومتقطعه ومرصوصه، او بؤج حتت صغيره بالمكسرات اذا كان فستق او اذا كان كاشو. نيجي نقول طب احنا بقى عايزين نعملها في البيت، انت حكيت لنا ايه اللي موجود ودوت ايه اللي ممكن يتعمل. في طرق سهله سريعه انتوا ممكن بتاخدوها وتاخدوها فكره من اللي انتوا بتشوفوه وبعدين ممكن تنفذوها في البيت. بصرف النظر عن المسميات هتكون ايه، احنا بنجيب هنا البقلاوه وبنقطعها مربعات، هنعمل مربعات كبيره يعني مثلا 3 سم، واحده تكون 5 او 6 سم. الفكره فيها ان احنا بنشوف عدد الرقات ممكن احط هنا 6 او 7 او 8 رقات ممكن نكترهم، وبجيب ديت بحطها بالطريقه ديت بس يا دوبك بقفلها وبحطها هنا في صينيه. قبل ما بحطها في الصينيه احط شويه هنا من السمنه السايحه وناخد ديت ونحطها هنا في قلب صينيه، بحط سمنه من تحت واحط سمنه من فوق لان انا عايزها تستوي. ناخد واحده تانية بنفس الفكره هنوت نحطها جنبها بالطريقه ديت، وبعد كده ممكن لو عايز احشيها يبقى باجي اجيب شويه من القشطه المطبوخه احط شويه هنا يا دوبك في النص واتاكد انها في عندي مساحه ان انا لما احطها تقفل، يعني بحطها كدهوت علشان اقفلها، وباخد ديت برضو نحطها في الصينيه. ممكن نعمل الصينيه ديت لوحدها مستويه وممكن نعمل واحده تانية يعني او واحده من غير حشو واحده بالحشو نحط شويه هنا ونقفل ديت، ويبقى عندي المثلثات دول اللي هي بعد ما كانت مربعه بقت مثلثات. نحط عليها شويه هنا من السمنه السايحه السمنه البلدي، هي نفسها مع الرقات اللي معموله بتعلى وبترتفع، ولما بتستوي دوت بيكون شكلها. يبقى في الحاله ديت ممكن بعد ما بسويها بجيب شويه من القطر
اذا كانت محشيه بالقطر او من غير قطر، محشيه بالقشطه او من غير قشطه، بحط شويه قطر عليها ينوت واسيبها على اساس تتشربها، وديت ممكن نستعملها ونحشيها قشطه لو ما كانتش محشيه. النوع الثاني ممكن لو عندي ديت تكون مربعه او مدوره، ممكن بنجيب ينوت حسب العدد برضو اللي احنا عايزينه، بنقسمها هنا ممكن لثلاثة او لاربع رقات، بحيث ان انا بقول ان دول يكونوا كافيين لما يرتفعوا هيبقوا ممكن 10 12 او 18 حتى، بس نتخيل ان دول هيبقوا رقات مرتفعين. بجيب قطاعة، والقطاعة ديت اللي بتحددها، بشوف انا الافضل لي عشان ما هضرش او حاجات تضيع كتير، ممكن بحط بالطريقة ديت كده اهو. فبنقطع هنا هوت بالقطعه، واتاكد انها كلها وصلت لتحت كلها هنا، وبقطع هنا هو بنفس الفكره، وبعدين بنقطع هنا واحده كمان، يبقى عندي المدور وعندي المربع. بصرف النظر بقى عن المسميات، لان هي اسمها وربات او وردات او شعبيات او شعبيات، فالفكره هنا ان احنا بنقول ان باجي نفس الفكره، بحط شويه هنا من السمنه السايحه، وباخد اللي انا مقطعهم دول بحطهم هنا هو فوق بعضيهم، ونفس الشيء بالنسبه للمربعين، ناخدهم نحطهم هنا اهو، وناخد شويه دول نحطهم فوق بعض. اتاكد ان هم كلهم بنفس فوق بعضيهم بالظبط. هتقولوا طب اللي بيتبقى دول هنعمل فيهم ايه؟ بس الاول نحط هنا شويه من السمنه عليهم علشان ندخلهم النار. دول كلهم ممكن احط عليهم نفس الفكرة، بجيبهم واحط عليهم شوية هنا من السكر البودرة وشوية من السمنة، وافردهم وادخلهم الفرن بحيث ان هم ينشفوا، وهم يطلعوا ممكن باغلي شوية من الحليب مع مكسرات، وبتبقى رقات اللي هي فكرة ام علي، وندخلها طاجن وتدخل الفرن. لكن بعد ما بنطلع الوردات او الوربات بنعمل فيهم نفس الفكرة، بنحط فيها شوية هنا من القطر بعد ما بتطلع سخنة، ديت ما كانتش محشيه بالقشطه، يبقى محتاج ان انا اجي نجيب هنا نفتحها من النص، وبجيب القشطه كميه قشطه كافيه هنا، وتشوف انتوا بتحبوا قشطه قد ايه، وبعد كده بنحط مكسرات المناسبه. وانا شايف فستق يمشي معايا كويس، بحط شويه هنا من الفستق شويه من الفستق، يبقى الفستق بيلزق فيها اكنها سندوتش من القشطه. يبقى دلوقتي هنا ديت نوع. النوع الثاني بيكون بنفس الفكره، بجيب الورد نفسه وبحطه هنا وبفتحه على اساس يبقى رقات. انا عايز احط كام رق؟ احط واحد ولا اتنين او تلاتة؟ نحط شوية هنا من القشطة ونحط الرق التاني من فوق، او لو حاسس ان انا عايز اعملها تلات رقات يبقى الاختيار اختياركم. شوية هنا شوية هنا من القشطة، وواحدة كمان. لو فكرتوا ان كنتوا تشيلوا ال 18 رق وما بين كل رق بتحطوا واحدة، ده اختيار بيبقى اختياركم، لكن ممكن نحط قشطة، ده ما يمنعش نحط شوية صغيرين هنا من فوق، وديت ممكن نحط عليها شوية هنا من مربة ورد الليمون. نحط واحدة هنا، واحدة تانية على مربة ورد الليمون هنا اهو. ولو بنقول ان احنا بنحب الفستق اكتر من قشطة، ممكن برضو شوية هنا من الفستق. اما اللي معمولة وكان فيها اوريدي القشطة محشية، دوت بيكون شكلها بيبقى محشية وفيها القشطة. في الحالة ديت كل اللي بنعمله بس هنا بنحط عليها شوية من الفستق. يبقى عندنا الاختيارات كلها، عندي القشطة مطبوخة معاها في الفرن، او عندي القشطة محشية بعد ما طلعتها، دي ممكن تتعمل وتفضل على جنب تقعد عندي اكتر من يوم، او اللي هي بتبقى دواير او وردات او مربعات، ويبقى نوع جديد من البقلاوة. اتمنى تجربوا اي نوع منها، وان شاء الله ينال رضاكم. طيب ده بالنسبة للقشطة اللي هي أصلا بنحطها على النار، وهنا الطبق أو بنعمل هنا ممكن أزوق الترابيزة، بجيب هنا ورد، ممكن حطيت هنا وردة بنحطها في قلب الفازة، أو عندنا فازة عندنا كوباية، بجيب الكوباية وبضغط عليها من هنا ونزل ديت وحطها على أساس تبقى حاجة ثابتة من تحت. وبعدين بنقول ممكن نزين دي إزاي، بجيب الكوباية نفسها وحط في قلبها ورد، يبقى عندي هنا ورد في قلب الكوباية، وممكن يتحط عليها من فوق وردة، ممكن نجيب وردة ونحطها هنا وتبقى الموضوع ان احنا ممكن نحط شوية هنا من الخرز نثبت دي ديت، وبعدين نحط مية على اساس نعوم. يعني ممكن تكون طاسة بتاع دوت، عندنا لو عندنا سلطانية صغيرة
بحط ميه بزياده هنا، فلو عندي الورد من جوه لون مختلف بيبقى الميه هنا مختلفه وهنا لون مختلف. او ورق الورد، ممكن اجيب ورق الورد بس نحط كام واحده هنا تعوم، او هو الورد دوت ممكن نحط شمع لو حبينا. فاكرين احنا عملنا شمع قبل كده؟ الورد دوت لما بحطه جوه هو بيلون، يعني ممكن احط ميه جوه ديت، عندي شويه ميه هنا لو حطيتها جوه الكوبايه وبتلمس الميه، نحطها هنا لما بتلمس الميه بتلون او بيبقى ليها لون هنا اهو. فمين في حاجات موجوده او حاجات انتوا ممكن تعملوها. على كل الاحوال هو كل يوم فكره سريعه ممكن تحطوها تزينوا بيها، او تحطوا ورد يعوم على وش الميه وتزودوا الميه بعدين. ديت بنزوق بيها الترابيزه او المكان اللي بنقدم فيه مكان الترابيزه. ممكن نجيب شويه كمان من الورد نحطه هنا بالوان تانية، ممكن عندي شويه هنا من البامبا، ودوت هيكون الفكره اللي انا ممكن بحطها في النص الترابيزه اللي ممكن ساعتها بقدم فيها الاكل. لكن نيجي نقول هنا بالنسبه للاكل اللي احنا عملناه، ابتدينا مع بعض وعملنا طبق الشوربه. طبق الشوربه قلنا بنحط الخبز اخر حاجه، خليه نضيفه في الاخر علشان ما يتبلش. وبعد كده عملنا معاهم فطاير. الفطاير ديت يا اما فطاير مفتوحه او مقطوعه، يعني فتحه ما تكون مفتوحه او مقطوعه، وبنفس العجينه وممكن تتقلي لو حبينا. عملنا الفراخ طاجن محطوط في قلب الفرن مع الرز، وطاجن تاني كان بالخضار، حطينا معها خضار، وده كانت الفكره فيه. وبعدين خدناكم ورحنا وافي وعملنا، كان حلو. الحلو كان اللي هو الوردات او الوربات ديت، حاجه من الحاجات اللي هي ممكن كل يوم هناخدكم ونوريكم ايه اللي ممكن بنعمله في الحلويات، وهتبقى حلويات رمضانيه كل مره بتكون مختلفه عن المره اللي بنعملها. يعني بنقول لكم الوصفه وبتشوفوها معانا، وتاني يوم بنواصل معاكم. واخر حاجه قلنا ان احنا بنزوق الترابيزه او بنحط حاجه هنا هوت على الترابيزه اللي احنا بنزوق بيها، فكل يوم هيكون فكره من الحاجات اللي موجوده، مش لازم يكون ورد، مش لازم يكون خضار. اهم حاجه في اللي احنا عملناه، بنتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا، ونشوفكم على خير. الف تحيه والف سلامه.